دخلت عشرة الشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عبر ميناء رفح البري إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. قال مصدر مسؤول في شمال سيناء أن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة. أضاف المصدر أنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. كما دخلت 11 شاحنة من مواد البناء والمواد الغذائية متجهة للمخيم الإغاثي المصري بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة لإيواء النازحين من شمال غزة. أفاد مراسل التلفزيون المصري بأن مطار العريش استقبل وفدا فرنسيا برئاسة وزير الدفاع الفرنسي، وذلك في إطار زيارته لتفقد السفينة الفرنسية الموجودة بميناء العريش وبها مستشفى عائم لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين. لمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية، لازلنا نتابع معكم الجهود المتواصلة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نتواجد تحديدا أمام بوابة معبر رفح التي يدخل من خلالها عدد كبير من الشاحنات. نتحدث اليوم تحديدا هناك حركة متزايدة وكبيرة لعدد الشاحنات، سواء المصطفى هنا أمام معبر رفح أو حتى في هذه الشاحنات التي تدخل الآن من خلال هذه البوابة. نتحدث عن أن هذه هي الدفعة الثانية التي تدخل الآن من بوابة معبر رفح، وهي نتحدث عن 37 شاحنة سيدخلون الآن يتوجهوا إلى منفذ كرم أبو سالم بالطبع الإخضاع لعمليات التفتيش. هذه هي الدفعة الثانية بعد الدفعة الأولى التي دخلت صباح هذا اليوم. نتحدث عن 170 شاحنة دخلوا بالفعل صباح هذا اليوم. نتحدث عن 127 شاحنة دخلوا إلى منفذ العوجة، بالإضافة إلى 43 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم. فنتحدث عن أن الإجمالي بعد دخول هذه الدفعة، وهي الدفعة الثانية، نتحدث عن أكثر من 200 شاحنة دخلوا بالفعل اليوم إلى من خلال بوابة معبر رفح المصري. هذه الشاحنات محملة بعدد من المواد الغذائية والإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية والإنسانية، بالإضافة إلى هذه الشاحنات التي تدخل أيضا على الجانب الآخر. مطار العريش لازال يستقبل كل المساعدات، ولازال يستقبل أيضا الزيارات والوفود الأممية المختلفة والوفود الدولية المختلفة. نتحدث عن أن مطار العريش اليوم استقبل زيارة هامة لوزير الدفاع الفرنسي الذي يأتي ضمن وفد عسكري اتجه إلى ميناء العريش لإجراء جولة تفقدية للمستشفى العائم في السفينة الفرنسية الموجودة في ميناء العريش. هذه السفينة وهذا المستشفى العائم التي تم إنشاؤها في 28 من نوفمبر السابق، هذا المستشفى يتكون من 40 سرير يقدمون كل الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة للمصابين والجرحى الذين يأتون بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية إلى السفينة الموجودة في ميناء العريش، وأيضا يوجد بها عدد كبير من الأطقم الطبية الفرنسية في مختلف التخصصات. وهذه ليست هي الزيارة الأولى، ولكن سبقها زيارة أخرى أيضا لوفد عسكري الذي جاء مع تجهيز المستشفى الميداني في 28 من نوفمبر السابق. فنتحدث عن أيضا جهود كبيرة تتم وتنسيق كبير يتم مع الجهات المختلفة لاستقبال الوفود واستقبال أيضا المساعدات. نتحدث عن أن مطار العريش استقبل حتى الآن أكثر من 350 طائرة من 50 دولة أجنبية وعربية ومنظمات إقليمية ودولية، ولازالت كل المساعدات تتدفق على مطار العريش، والزيارات أيضا تتدفق على مطار العريش، والإشادة الدولية الكبيرة الجهود المصرية التي تتم في استقبال المساعدات وفي أيضا استقبال الجرحى والمصابين. إذن مجهودات مصرية كبيرة لازالت يعني تتواصل سواء هنا في معبر رفح أو حتى في مطار العريش لدعم الأشقاء الفلسطينيين وأيضا الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.
هذه هي الصورة من أمام معبر رفح اليوم. عودة إليكم مرة أخرى.